بيكم في لقاء جديد مع مجدي خليل النهارده هنتكلم عن موضوع الموضوع الموجود حاليا المطروح حاليا هو الانتفاضه الايرانيه ما يحدث في ايران هل ستسقط النساء جمهوريه الملالي في طهران في 17 سبتمبر كانوا بجنازه فتاه كرديه صغيره 22 سنه اسمها مهسه اميني وهي اسمها جينا اميني اسمها الكرد جينا اميني وكانت الـ الـ هذه الفتاه قبضت قبض عليها من طرف ما يسمى شرطه الاخلاق او شرطه الارشاد في ايران يوم 13 سبتمبر ثم بعد ذلك تم كما قالت شهود عيان تعذيبها وضربها على راسها فماتت يوم 16 سبتمبر وشيعت جنازتها يوم 17 سبتمبر وحاولوا الدولة الإيرانية إنها تجذب وتقول تفبرك بعض الصور وتقول إن هي كان كان عندها حالة في القلب لكن طبعا لم يصدق الجمهور الإيراني هذه الأكاذيب اللي تعودوا عليها يوم 17 اثناء جنازتها اندلعت انتفاضه واسعه جدا جدا واحده من اكبر الانتفاضات في تاريخ ايران تاريخ الثوره الحكم الاسلامي في ايران. وهذه حاله مهسه دي مهسه اميني هي بنسميها حاله كاشفه. ليه حاله كاشفه؟ لانها لها ثلاث ابعاد. اولا البعد النسائي هي امراه هي امراه وما ما جنت الثوره الاسلاميه على النساء في ايران وهذا هذا التعذيب اللي بيحصل في النساء في ايران منذ ان جاء خميني والحاجه الثانيه هي كرديه وكمان تكشف البعد الاخر بانها حاله كشفة تعكس البعد الاخر وهي وضع الاقليات غير الشيعيه او غير الفارسيه في ايران وهذا الاضطهاد والعنصرية ضد هذه الأقليات والحالة كشفة من ناحية ثالثة حالة التوحش من الدولة الإسلامية دولة الملالي حالة التوحش وحالة قمع الحريات وبالتالي نعتبر حالة مهس أميني أو جينا أميني الاسم الكردي اللي نعتز به لأنه هو هويتها هو هي حالة كاشفة كما قلت أما بقى طبعا الإسلاميين ففي العداء المرأة للإسلاميين بما فيهم الصور الإسلامية هو عداء ديني أيديولوجي كل المؤسسات وكل الإسلام السياسي كله كل الإسلام السياسي وكل المؤسسات الإسلامية التي حتى في الدول العادية وكل النظم الإسلامية تعادي المرأة معاداة رهيبة جدا أيديولوجيا ودينيا فبالتالي بيعتبروا تحجيب المرأة او حجب المرأة خالص او انها تلبس الاسود او تبقى كومة من القماش هو جزء من حجب المرأة عن المجتمع وجزء من اعلان هويتهم كاسلاميين او كدولة اسلامية يعني المرأة في في الدول الاسلامية وكلما زادت اسلامية الدولة كلما زاد تعذيب المرأة والان في دولتين بس في العالم بيفرضوا الحجاب اجباريا بعقوبة هي افغانستان وايران بعد ان تخلت السعوديه عن فرض الحجاب بعقوبه ولكن ما زالت ايران تفرض عقوبه وتصل الى 64 جلده والحبس والغرامات وما زالت افغانستان ايضا وما نرى فبالتالي اكثر دولتين حاليا واضح قمع النساء من ناحيه الزي هي ايران وافغانستان علشان كده النساء النساء الابطال طبعا النساء في ايران دول سيدات حرار ناس عندهم حرية عندهم كرامة إنسانية من أول ما جه الخميني بعد ثورة الخميني بخمسة وعشرين يوم بس بعد ما مسك الحكم الخميني خمسة وعشرين يوم بس وفي 8 مارس 1979 خرجت أكثر من ربع مليون امرأة إيرانية تحتج على فرض الحجاب لم يكن فرض الحجاب الزاميا بقانون ولكن كان فرض الحجاب وفقا للثوره الاسلاميه فخرجت ربع مليون مره امراه سنه 1983 عملوا قانون بقى الزاميه الحجاب وغرامه وحبس وجلد للي ما تلبسش الحجاب وفي سنه 2006 جمعت النساء في أبغ... في ايران اكثر من مليون توقيع لالغاء الزاميه الحجاب يقدر المفكر الإيراني المعروف أمير طهري أن المظاهرات التي اندلعت بعد مقتل جينا أميني في 16 سبتمبر عمت أكثر من 300 بلدة ومدينة يعني تقريبا عمت إيران كلها وفقا لأمير طهري وطبعا المتابعين من سنه 79 لحد سنه 2022 اكثر من 20 انتفاضه كبيره ضخمه جدا في وجه النظام الايراني من 1999 هي انتفاضه الطلاب الى 2022 اللي هي انتفاضه المراه ضد هذا النظام الاسلامي الفاشي الوحشي ونذكر ان كل حاجه في انتفاضات عشان الاقتصاد وعشان الغلاء حصل 2017 2018 2019 وفي انتفاضات عشان التزوير السياسي اللي حصل سنه 2009 اللي هي الانتفاضه الخضراء زجرين ريفولوشن بتاعه بتاعه ايران المعروفه في العالم كله نتيجه لان هم زوروا الانتخابات للمتطرف احمدي نجادي ضد موساوي واللي قام بالاشراف على تزوير الانتخابات هو مكتبي ابن المرشد العام اللي عاوز يحط مرشد عام بدل منه حاليا. وبالتالي كل انواع في سنة 2020 كانت انتفاضه كل انواع المظاهرات على غلاء المعيشه على الاقتصاد على السياسه على الحاله الاجتماعيه على المراه على التعليم كل ده انتفاضات قامت في ايران في الاربعه عقود الاخيره لم لم يهدأ لم يهدا الايرانيون عن الانتفاض، ولكن في السنوات الاخيره زي ما قلت ان اصبحت بقى من 2009 انتفاضات سريعه يعني الريت بتاعها يعني المده تقريبا كل في المتوسط كل سنتين ونص بتحصل انتفاضه، واخر خمس سنين تقريبا كل سنه 2017 2018, 2018 2019 2020 2022 تقريبا كل سنه انتفاضه كبيره، وانا بسجل هذه الحلقه هناك ما زالت الانتفاضه مستمره من يعني آه النهارده 1 اكتوبر يعني من 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 17 تقريبا اسبوعين وهتدخل في الاسبوع الثالث وما زالت الانتفاضه مستمره واتمنى ان آه هذه الانتفاضه تاتي آه آه بنتائجها وتسقط هذا النظام آه الديني الفاشي. المشكله ان في الشرق الاوسط كله في الدول الاسلاميه عموما وفي الشرق الاوسط خصوصا فان المراه اصبحت مصدرا ليس فقط إن للاضطهاد والتهميش وكل والتحقير والتنميط وكل ذلك ولكن اعتبروها معيارا يعني معيار قياسي المرأة أصبحت معيار قياسي تقيس ايه تقيس لقياس الفضيلة بيقيسوا الفضيلة في الدولة الدول الإسلامية بالمرأة وبشرف المرأة ومش عارفة إيه وبالمرأة بيقيسوا الفضيلة بالمرأة وبحجاب المرأة وبزي المرأة وبحركة المرأة وبجسم المرأة يقيسوا بها الفضيلة والأخلاق لقياس إسلامية الدولة كل ما زي كل ما غموها أكتر يبقى دولة إسلامية أكتر بيقيسوا إسلاميتهم بالمرأة تخيلوا بقت مقياس معياري قياس الذكورية بيقيسوها بالمرأة قياس الشرف شرف الرجل شرف العيلة شرف كل حاجة في المرأة قياس الإسلام السياسي بيقيسوه بالمرأة فبالتالي أصبح الحجاب هو قاسم مشترك بين كافة التيارات الإسلام السياسي والمؤسسات الدينية ومش بس هذا الإسلام السياسي مش بس الإسلام السياسي والدول الإسلامية والمؤسسات الدينية الرسمية في كل الدول الإسلامية أصبح الحجاب معيارا لديهم لفرض إسلامة الدولة وفرضوا هذه القيم على الشارع أصبح الشارع الإسلامي يتبنى, يتبنى هذه القيم في 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 فيما يتعلق برؤيته للمرأه. ده يقودنا الى ان الاجواء العامه اللي وصلت ايران الى هذه اللي وصلت ايران الى هذه الحاله والملاحظات عن الحاله الايرانيه اللي مستمره منذ 1979 وحتى الان. احنا نلاحظ ان الصحوه الاسلاميه ما تسمى الصحوه الاسلاميه والثوره الاسلاميه وكلاهما جام متزامنان هما اكثر شيئين مسؤولين عن تخريب وخراب وتخلف ودمويه الشرق الاوسط منذ في الاربع عقود الاخيره، بل ومسؤولين عن الارهاب الدولي. الحاله الايرانيه دي حاله مدهشه جدا جدا جدا، تخيلوا يطلع ايات الله والشيوخ والملالي ويبكوا على حادثه حصلت من الف ويلطموا ويبكوا على كربلاء في يوم كربلاء وعاشوراء ويبكوا ويلطموا ويلطم المرشد الاعلى والرئيس وكلهم يلطموا يلطموا على خدودهم على الحسين من 1400 سنه وعلى الرغم ان ان الحسين لم يكن يذهب كان في في بعثه سلام ورفع الورد والزهور ورايح لخصمه يزيد، ده كان رايح يحاربه وياخد الحكم منه، اتقتل في معركه على السلطه ومع هذا بعد 1400 سنه يلطموا على على الحسين ولا يلطمون على الشباب اللي زي الورد اللي بيقتلوهم شباب وستات صغيرات رملوهم في هذه اللحظه وانا بتكلم أكثر من مائة شخص مات في هذه الـ الـ الانتفاضة ضد ضد انتفاضة النساء ضد نظام آيات الله منهم تسع نساء ست أطفال ده التقديرات المتحفظة أكثر من مائة مائة شخص مات اتقتلوا اتقتلوا بالرصاص من مجرمي الباسيج والحرس الثوري ده ونتذكر ده ده ان كل انتفاضه في الانتفاضات اللي حصلت من سنة 79 بيموت فيها مئات 2019 مات 1500 واحد وبيعتقلوا طبعا عشرات الالاف في كل هذه الانتفاضات في الوقت اللي, اللي بيبكوا على الحسين هم بيقتلوا الناس بيرملوا السيدات بيتموا الاطفال بيقتلوا النساء وبيقولوا لي على الحسين اي 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 نفاق هذا اي نفاق هذا اللي بيخليهم يعتبروا ان حجاب المرأة رأس المرأة تغطيه هو معيار للأخلاق معيار اخلاقي إيه؟ في الوقت نفسه في الوقت نفسه اللي هم جواز المتعه بيعتبروه اخلاقي تخيلوا هذه هذه الدعاره اللي هي اللي بيسموه زواج المتعه انك تدفع لامرأه تأجرها بالساعه ولا بالساعتين ولا باليوم ولا بالشهر بيعتبروه عمل اخلاقي وديني في حين ان حجاب المراه لا اخلاقي شوفوا هذه المعايير المنقلبه علشان كده الـ الـ ابراهيم رئيسي كان بيلتم على الظلم في العالم وعلى العداله وعلى وهم اكثر نظام من اكثر الانظمه القمعيه والظالمه لشعوبهم في, في العالم وبيقف على بيقفوا على منبر الامم المتحده بيعوز الناس ودي الكارثة بيعوز الناس وهم قتلة وهم محترفين وهم فسدة فسدة لأن المرشد العام علي خامنئي من أسرى أسرياء العالم من أسرى أسرياء العالم تقدر ثروته بحوالي 200 مليار دولار سرقها سرقها من أموال الشعب الإيراني حسب التقديرات الغربية بيقولوا أنه لديه أكثر من 200 مليار دولار خامنئي ومن يدير شوف المفارقة ال المفارقه ايضا من يدير ثروه خامنئي علي خامنئي بيديرها ابنه مكتبي مين مكتبي ده؟ مكتبي ده اللي بيدير ثروه هذه الثروه الطائله هذا الرجل المضحك ان هم عندهم حاجه اسمها مش هندخل في عقيدتهم اللي هي الامام المنتظر والامام الغائب والمهدي المنتظر وهم الخميني لما جه عمل نظام ولايه الفقيه قال إن أنا نائب الإمام الغائب، هو عشان يدي شرعية دينية لنظام سياسي بتاعه، شرعية دينية لنظام ولاية الفقيه، فاعتبر نفسه أنه نائباً عن الإمام الغائب، وأنه يمهد الأرض للإمام الغائب. تخيلوا نائب الإمام الغائب دلوقتي بيتورث كمان، يعني خامنئي عاوز يورث ابنه، شوف المهزلة، يورث ابنه منصب نائب الإمام الغائب، نائب الإمام الغائب منصب بيتورث حالياً. ومكتبي ده اللي هو اللي بيدير ثروه والده هو ايضا المتحكم في اجهزه امنيه وحدهم هو 17 جهاز امني وحدهم مكتبي وعشان كده هو شخص مجرم وخطير واكثر تطرفا واصوليه حتى من والده علي خامنئي المتطرف وهو الذي كان وراء تزوير الانتخابات سنه 2009 هو اللي كان دفع احمدي نجادي وجابه للسلطه لانه متطرف مثله وهذا الشخص الخطير المتطرف الذي يسيطر على الاجهزه الامنيه الذي يكتسب قوه باتصاقه بالاجهزه الامنيه وبالحرس الثوري هو هذا الرجل اللي بيعتبر اليد اليمنى لوالده يسعى والده لتوريثه الحكم توريث منصب نائب الامام الغالب مهزله في الوقت اللي كان رئيسي بيرفع صور القاتل المجرم سلماني قاسم سلماني اللي قتلته الولايات المتحده الامريكيه كان الصور هذا مشهد مشهد في حد ذاته يعبر عن الناس في ايران فين وهذا النظام فين؟ هو بيرفع قدام الامم صور سلماني وبيعتبره شهيد في حين انه في, في الثوار في طهران يعتبرونه مجرم ويحرقوا صور قاسم سلماني في قلب طهران ويدمروا تمثال قاسم سلماني في قلب طهران ويقولوا قاسم سليمان مجرم ويقولوا الشعار سنة 1979 الموت للديكتاتور اللي رفعه الخميني الآن كل الصورات الإيرانية ضد نظام ولاية الفقيه كلها ترفع الموت للديكتاتور بل وبيزدوها الموت لخامنئي الموت لولايه الفقيه الموت لمكتبي اللي هو ابنه لان هم عارفين ان ده هو اللي هيورث هذا الموضوع فبدل ما بدل الموت لامريكا الموت لامريكا تحول الى الموت لخامنئي ومن من اروع ما يكون ان هذه عشان النساء ودور النساء من اروع ما يكون شعار هذه الانتفاضه التي الذي نتمنى ان تتحول الى ثوره كاسحه تكتسح هذا هذا النظام الفاشي تحت ارجل النساء هذا رفعوا شعار جميل جدا ومعبر جدا 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 ايه هو الشعار دي اللي رافعينه امراه حياه حريه هو بيلخص كل ازمه الايرانيين امراه امرأة امراه لان النساء لهم دور عظيم في كل الانتفاضات الايرانيه من سنه 79 كما قلت بعد 25 يوم بس من وصول الخميني هم تظاهروا ضد الخميني فالمراه والمراه كمان حياه المراه مش بس امراه المراه هي حياه وكمان حياه الناس اللي بيقتلهم الـ 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 هذا النظام واللي بيقتلهم الحرس الثوري فامراه حياه بمعنى ان المرأة تساوي حياه وان الحياه ايضا مستهانه ومستباحه من طرف الملالي وحريه لان كل اللي بتعمله ولايه الفقيه هو حبس الايرانيين طبعا اول حاجه بيعملوها بيقطع عنهم الانترنت بيعزلوهم عن العالم خايفين مرعوبين الانظمه الفاشيه المستبده الفاسده مرعبين مرعوبين مرعوبين ليه؟ لان الحرس الثوري ده الحرس الثوري الايراني ده هم شكلوه شكلوا الحرس الثوري الايراني لان لما الثوره ضد الشاه سنه 79 رفض الشاه ان الجيش يطلق الاسلحه على الناس ويفض الانتفاضه اللي كانت ضد الشاه سنه 79 قال لهم لا زي ما عمل الملك فاروق في مصر ورفض يقاوم خلي جيشه يقاوم ما سموا ما سمي ما سموا انفسهم بالضباط الاحرار رفض لانه الشاه والملك فاروق كان عندهم ولاء وحب لبلدهم حقيقي وبالتالي رفض انه يقتلهم رفض ان يخلي الجيش يقتلهم فاللي حصل ايه ان وعى الدرس الخميني وقال لا ده انا لازم اكون حرس ثوري بس عشان لو الجيش وقف مع الشعب يبقى الحرس الثوري معايا، وإدى للحرس الثوري أموال طائلة، وأصبح الحرس الثوري مافيا خطيرة، يسيطر على الاقتصاد ويملك السلاح ومصرح له بقتل كل شيء، حتى رئيسي لما قال يعني مش بس مش يدين الشرطة اللي قتلت الست لا ده بيقول ان الشرطه تقوم بحمايه النظام وتتحمل المخاطر والموت في مقابل حمايه الدوله الإيرانية طبعا بيحموه هي عصابه اجهزه ال 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 الامن او الجيوش لما تملك الفلوس وتملك بتتحول الى مافيا تتحول من من جيش او من قوه امن طالما هي متحكمه في الاقتصاد الى مافيا بقى تقتل لان معاها الثروه في هذه الحاله معاها الثروه ومن ثم <applause> وعى وعى خامنئي فكرة ان يعمل حرس ثوري خصيصا علشان يحميه يحمي نظامه من الجيش كمان يحمي نظامه من الجيش المدهش ان خامنئي ده اللي قاعد يبكي دموع التماسيح دموع التماسيح على جورج فلويد كان بيبكي دموع التماسيح على جورج فلويد هو نفسه اللي بيامر حرسه الثوري يقتل الشباب والاطفال والسيدات في شوارع المدن الايرانيه. النظام الايراني كل شويه بيبان بوضوح جدا انه منبوذ داخليا وخارجيا، منبوذ داخليا وبالتالي كل ما حس بالتهديد يتحول الى نظام اكثر وحشيه واكثر قمعا واكثر دمويه واحنا بنشوف شفنا في الانتفاضات اللي فاتت في السنوات اللي اللي فاتت قد ايه قد ايه تحول هذا النظام الى نظام وحشي ويملك كل شيء يملك السلطه يعني الماده 57 من الدستور بتخلي الخامنئي ده هو كل شيء بتقول ان السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه تمارس صلاحياتها باشراف ولي الامر المطلق اللي هو المرشد الأعلى للثورة لما يسمى الثورة الإسلامية طبعا هم طبعا البروباغندا المعروفة أنهم يقولوا دول مخربين أنهم ممولين من الخارج أن أمريكا وإسرائيل ورا الموضوع كله كذب هذه كل الانتفاضات التي حصلت ضد نظام ولايه الفقيه في ايران من سنه 1979 كانت انتفاضات وطنيه داخليه بدون اي دعم خارجي سوى كلمات بس تشجيعيه، الولايات المتحده الامريكيه او الغرب او غيره او اي حد تاني لم يقدم لهؤلاء الا كلمات تشجيعيه ولكن الايرانيون الاحرار هم الذين يتظاهرون ضد نظام ولاية الفقيه وإحنا زي ما بقول أن الانتفاضة مستمرة حتى الآن ونتمنى طبعا لها النجاح لأن هذا النظام هو نظام ديني فاشي مطلق خرب إيران وإيران دولة كبيرة ودولة غنية ودولة فيها كل, كل موارد اللي تخلي شعبها في حالة رفاهية ولكنه عزل شعبه واصبحت دوله مارقه ودوله متمرده ودوله عصابه تحمي تحمي حكمها وتسيطر على الحكم وتاخذ يعني الشعب الايراني كله رهينه لدى ما سمون نفسهم ايات الله هم ايات الشيطان هي ايات الشيطان وهؤلاء الملالي المسيطرين على الحكم في إيران من سنة 1979 ربما نجاوب لكم على بعض الأسئلة اللي طرحها الأصدقاء على تويتر وتبين الوضع برضو في إيران إبراهيم العابري لماذا لم يشكل العالم محكمة دولية خاصة بالضحايا المدنيين في إيران هو سؤال جيد ليه بعد كل قتل ده اللي حصل من سنه 79 والمحاكم اللي عملها الخميني وقتل الناس في الشوارع وابراهيم الرئيسي ده اللي هو اصلا مجرم حرب كان مجرم مجرم ضد الانسانيه ابراهيم رئيسي اللي هو رئيس حاليا هو مجرم ضد الانسانيه واقترف اقترف احكاما اجراميه ضد الايرانيين منذ بدايه الثوره الايرانيه وبالتالي ليه ما اتحملتش خلال ال 43 سنه محاكم؟ هناك ايضا المشكله الاساسيه ان النظام الدولي منذ ذلك الوقت غير موحد الحقيقه ما فيش ما في الصين وفي روسيا دائما يستخدمون الفيتو بالذات في اخر اخر من 2009 لحد دلوقتي بقت هناك تنمر روسي صيني لصالح ايران انه يعطل اي شيء. ثانيا الغرب عمل اقصى ما عنده انه عزل النظام الايراني وفرض عليه اقصى عقوبات الولايات المتحده الامريكيه فرض على ايران اقصى عقوبات فيما يتعلق بهذا النظام المارق ومن ثم بالنسبه للامم المتحده اليات عمل العداله الدوليه معطله فعلا نتيجه حق الفيتو بالذات من طرف الصين وروسيا فبالتالي يا اخ ابراهيم صعب جدا ان تمرر لازم تمر من مجلس الامن ومجلس الامن محكوم بموضوع الفيتو كمان وبعدين كمان ان الموضوع مش سهل قوي ان تمر ان ان هم هم فرضوا عليه اقصى عقوبات مش سهل ابدا ان هو اصلا يقبل ويتعاون مع محكمه هو هو حزب الله في في لبنان تعاون مع المحكمه الدوليه اللي صدر بها قرار من مجلس الامن الدولي ما تعاونش وبالتالي الايرانيين مش مش هيتعاونوا. طيب محمد عادل هل المخابرات الامريكيه دورا فيما حدث في ايران خصوصا بعد فشل الاتفاق النووي؟ لا محمد لم لا لا اطلاقا هذه صورة نابعه من الداخل ولم يكن للمخابرات لا الامريكيه ولا اي مخابرات في العالم دورا سوى التشجيع من بعد ايران مغلقة في في الداخل وأي شخص يشعر أن له مجرد علاقة ما بأي حتى فرد أمريكي مش حكومة ولا مخابرات ولا الكلام زي كده بيقبضوا عليه فبالتالي لا هذه انتفاضة وطنية مهند إلى أي مدى سيصمد النظام في إيران وهل يوجد له بديل هذا سؤال مهم أنا بعتبر أن دي شروخ في جسد النظام كل انتفاضة شرخ يعني زي, زي بيت كده كل انتفاضة بتشرخ شرخ كبير في جسد في في هذه الحائط في حائط النظام في جسد البيت ده اللي هو اسمه اللي اسمه نظام ولاية الفقيه وسياتي يوما سينهار هذا البناء كاملة تحت اقدام الايرانيين الاحرار. نعم ممكن ما يسقطش هذه المرة وممكن يسقط بس ممكن ما يسقطش والارجح انه مش هيسقط ولكنه سيسقط يوما ما لان هذه الانتفاضات هي شروخ واسعة في المبنى الايراني او مبنى ولايه الفقيه آه الاخ سامح شوقي ما هي فئات الشعب الايراني المشاركه في الثوره أه ايضا هذا سؤال جيد ايش ايه اللي مشاركين في الثوره الاخيره دي 2022 تقريبا كل فئات الشعب الايراني لماذا لان مهسا اميني دي لم تكن مسيسه لم تكن معارضه لم تكن كانت كانت حاطه كمان غطاء للراس ولابسه احنا شفناها لابسه لبس محتشم وحاطه نصف غطاء بس ما يكفهمش هم عاوزين الشادور اللي هو بي... يحول المراه الى 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 الى, إلى... إلى كابوس كده الى كتله سوداء الى خيمه سوداء فمش عاجبهم نصف الحجاب بتاعها ده، مش عاجبهم ان عاوزين الحجاب الكامل، يعني يعاقبوها على لا شيء، على لا شيء، واثناء تسجيل الحلقه قريت ان قبضوا على امرأه اخرى ايضا موجوده كانت بتاكل مطعم من في مطعم من غير حجاب. وجود شرطه اخلاق وعار، اخلاق ايه؟ انتوا اللي بتحكموا الاخلاق يا بتوع جواز المتعه انتوا اللي تحددوا هي هي, هي الاخلاق يا فسد يا اللي س... س... نهبتوا ثروه ايران انتوا اللي تحددوا معنى الاخلاق ومعنى الاخلاق تحصروها في قطعه قماش على راس المراه هي دي الاخلاق هو دي تعريف الاخلاق تعريف الاخلاق يعني قتل الناس قتل الايرانيين مش جريمه ومش اثم كبير سرقه اموال الايرانيين تعطيل مقاومات الدوله الايرانيه جر ايران الى الوراء والى التخلف العدوات المنتشره حوالين ايران في كل مكان عزله ايران عن العالم كل ده مش جرائم والجريمه الوحيده هي حته القماشه اللي على راس المراه هي دي تمثل الجريمه هل هذا هذا شيء هذا شيء, شيء مقزز ما عادش ما عادش كمان ينتقد هو شيء مقزز الشعب معظم الشعب الايراني كما قال امير طاهر ان 300 بلد ومدينه مشاركه في هذه الانتفاضه المستمره حتى هذه اللحظه وبالتالي اغلبهم لان هم اولا امراه في قطاع كبير من النساء سواء نساء فارسيات او أح... عربيات من الاحواز العربيه او من ال... المناطق البلوشيه او الاذريه او الكرديه كله ده نساء، ثانيا القوميه الكرديه طبعا بتنتفضت كمان، وثالثا ال... 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 الايرانيون ال... 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 الناس المحترمين اللي شعروا ان ان اللي عملوه مع هذه الفتاه يفوق يفوق ال... يفوق اي تحمل لان ما عملتش حاجه، انسانه ما عرضتش ما وقفتش قالت ما 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 واحده مجرد رايحه تزور طهران يعملوا لها كده، فطبعا خلت التعاطف معاها والمشاركه في الثوره بشكل واسع حاليا. يعقوب عادل هل ستستمر المظاهرات حتى سقوط النظام؟ ممكن تستمر حتى سقوط هي مستمره حتى هذه اللحظه وانها مستمره لمده اسبوعين، والقتلة دول بيقعد ده معناه شجاعه. لكن حتى لو ما سقطش النظام سيسقط حتما يوما ما سيسقط حتما تحت احذيه الايرانيين ايلي جورجي هل الغرب وخاصه اوروبا مقصره في الضغط على ايران امام مشهد الانتفاضه؟ انا شايف ان فعلا يعني هذا سؤال جيد ايضا انا شايف ان ان ان, إن الكل مقصر في دعم الايرانيين في هذه اللحظه الاوروبيين دعموها كلاميا وخايفين من عشان الطاقه وان المتاع امريكا اتفاق النووي اداره بايدن طبعا رخوه تجاه ايران الامارات الاعلام الاماراتي الاعلام الاماراتي خايف عاوز يعمل علاقه مع ايران مش عامل حاجه الاعلام القطري الاعلام القطري يمكن الاعلام السعودي شويه واقف مع الايرانيين لاسباب مذهبيه ولكن الاعلام الاماراتي وهو واسع ايضا والاعلام القطري تقريبا مش بيشجعوا الانتفاضه واقفين على الحياد ومش الحياد لا اقرب الى دعم نظام ولايه الفقيه وبالتالي في المنطقه العربيه كمان وهذه من المفارقات الاسلاميين كلهم على مختلف مشاربهم كلهم ما حدش فيهم اللي هم بيهللوا لكل شيء لكل شيء لو اي حاجه صغيره بيهللوا لها الاسلاميين لكنهم لم ينتقدوا نظام ولايه الفقيه لم يقفوا مع المراه الايرانيه لم يقفوا مع الثوره الايرانيه وتشوف اعلام الاخوان واعلام السلفيه واعلام كل هذه التيارات لم يقف ضد ايران تالي الايرانيون وحدهم هم من يواجهون مستبديهم هم من يواجهون قاتليهم بصدور عاريه وبرؤوس عاريه وبشجاعه كبيره والنساء بيحرقوا بيحرقوا الـ 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 الاحجبة وبيقصوا شعرهم تعبيرا عن الرفض ده وهناك رفع علم ايران في كل مكان عباره عن شعر المراه اصبح هو رمزيه هذه الثوره شعر المراه على العلم بدل علم ولايه الفقيه كل هذه الامور بتقول ان العالم في هذه اللحظه لم يساند الايرانيين بالقدر الكافي باستثناء ماسك اللي قال إنه هيطلق هيطلق للانترنت للايرانيين بخلاف ذلك فالعالم لم يساند الايرانيين في هذه اللحظه التاريخيه والايرانيون وحدهم يواجهون كل هذا الاستبداد وكل هذه القوة الغاشمة وكل ذلك يواجهونه بشجاعة كبيرة وستنتصر الحرية مهما تأخرت ستنتصر الحرية مهما تأخرت ستنتصر إرادة الشعب الإيراني مهما تأخرت تأخرت سيسقط هذا النظام الديني الفاشي مهما تأخرت سيسقط النظام الذي أذل الإيرانيين وأسقطهم هذا كل ما أود أن أقوله في هذه الحلقة وسنتابع أيضا كل التطورات الإيرانية نتمنى نتمنى أن تكون هناك حلقة قريباً نبارك للايرانيين سقوط النظام، وحتى لو لم يسقط النظام فان فاسا كبيره ضربه كبيره في راس النظام حملتها ايادي النساء الشج... الش... الش... الشجعان اللي هم بيع... ب... 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 بكل قوه وبكل شجاعه يواجهون هذا النظام برؤوسهم العاريه. اشكركم ونلتقي و... 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 مره اخرى في لقاء آخر مع مجد خليل شكرا لكم